للحديث حول ما جرى بعد الانتخابات ينضم إلينا عضو حركة حقوق سعود الساعدي. مرحبا بك أستاذ سعود. إلى الآن الإطار التنسيقي يرفض نتائج العد والفرز اليدوي، المفوضية لا تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك لأنه ليس من صلاحياتها، ستتجاوز قانون الانتخابات. لماذا الإصرار على تخوين المفوضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الأعزاء. القضية هي ليست قضية تخوين بقدر ما هي قضية المطالبة بإجراءات شفافة ومهنية وموضوعية وواضحة لا يشوبها الإرباك أو سوء الأداء أو سوء الإدارة أو التهافت أو التناقض في إعلان النتائج أو المواقف أو المخالفات القانونية الواضحة التي خالفت المادة 38 أولا مثلا في ضرورة إعلان النتائج بعد 24 ساعة. ما جرى هو إعلانان وننتظر إعلان ثالث أيضا، وما تم الإعلان عنه بحسب رئيس المفوضين هو ما نسبته 94% من نسبة التصويت، واتضح بعد ذلك أن ما تم إعلانه هو 79% وليس 94، وأن المتبقي هو ليس 6% عفوا وإنما 21%. ولكن صححت ذلك المفوضية بعد الانتخابات سيد سعود عندما قالت بأننا أعلننا في اليوم الأول خلال 24 ساعة نتائج أولية. نعم، هي ملزمة بحسب المادة 38 أولا بإعلان النتائج النهائية الكاملة بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع. طيب، التي لم تغلق أيضا بعد 24 ساعة، أي هنا مخالفة، وإنما أغلقت بعد ساعة وساعتين ويوم يومين ووصلت في بعض المحطات إلى 76 ساعة، وهذا أيضا موثق. هناك مجموعة من الشكاوى والدعاوى وصلت إلى أكثر من 20 شكوى ورفعت إلى الادعاء العام بحسب المادة 49 ل 2017 قانون الادعاء العام، وهناك مطالبات بمساءلة المفوضية عن هذه الخروقات وعدم الالتزام بالقانون وعدم الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الدولية التي أقرها قانون الانتخابات. القضية هي ليست أكثر من قضية محافظة على استقلالية المفوضية، على سمعة المفوضية، بل الأكبر من ذلك هو هذا الظاهر من السطح المشهد، وأنما الغاطس هو الحفاظ على بنية النظام السياسي الذي وجهت له ضربة قوية ستعدم الثقة بالمطلق في أي انتخابات قادمة، وأيضا ستكون أي مجلس نواب متشكل عن هذه النتائج أو حكومة هي ناقصة الشرعية، فضلا عن ناقصة المشروعية الشعبية وليس فقط الشرعية القانونية والدستورية. وهذا التخوين بحد ذاته إذا كانت هكذا كما تصفها سيد سعود، لا، هذه مخالفات، عفوا، القضية قضية تشخيص لمخالفات لأخطاء وبعضها قد يرقى إلى جرائم انتخابية. أنا أتحدث بلغة قانونية بحسب قانون الانتخابات وبحسب القوانين العراقية المرعية، يعني لا أتحدث بلغة طالما حضرتك سياسية. تتحدث بطريقة قانونية. اليوم النتائج، نتائج العد والفرز اليدوي في كل المحافظات خرجت مطابقة 100%، يعني الآن أنتم تدفعون باتجاه العد والفرز اليدوي الشامل، إذا كانت هذه مطابقة 100%، ألن تكون كلها مطابقة بنفس الشيء بنفس النتيجة؟ للأسف ما جرى هو ليس عمليات عد وفرز يدوي وفق المعايير البصرية اليدوية، وإنما وفق المعايير الإلكترونية، أي أن المفوضية لم تقم بالإجراءات العد والفرز المطلوبة، وأيضا ارتكبت بعض المخالفات. مثلا وكلاء حركة حقوق في بعض الأماكن تم منعهم من الإشراف على بعض العمليات، هذا فضلا عن أن القضية لم يتم الاعتماد فيها على عمليات عد وفرز حقيقية، وإنما للمحطات التي كانت مطابقة بالأصل، أي أن القضية هي إعادة للـ5% من عمليات العد والفرز لمجمل المحطات الانتخابية التي جرت في اليوم الأول، بمعنى أن المفوضية لم تقم بإجراءات حقيقية فعلية ميدانية تؤكد النزاهة والموضوعية والشفافية، وزادت الطين بلة وزادت من دائرة الاتهامات والتشكيكات بخصوص أدائها وعملها. طيب، في حال رفضت المحكمة الاتحادية طلبكم بإعادة العد والفرز اليدوي، ماذا سيكون الموقف لديكم الشامل؟ أقصد طبعا ما وجه من دعاوى وشكاوى هي للادعاء العام وليس للمحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية سترفع إليها الأسماء
النهائية ومن واجبها المصادقة، ولكن بعد الفحص والتدقيق، وإذا اتضح أنه من خلال عمليات الفحص والتدقيق وجود مخالفات أو وجود خروقات أو جرائم انتخابية فلا أعتقد أنها ستصادق، أو قد تصادق بشكل جزئي كما حصل أعتقد بعد انتخابات عام 2014 من عدم المصادقة مثلا على اسم السيد سليم الجبوري إلا بعد التحقيق طيب. والتدقيق. لذا القضية متوقفة على قرار القضاء، على الادعاء العام، يعني لو افترضنا جدلا سيد سعود أعتذر لمقاطعتك، لكن لو افترضنا جدلا نعم. أن العد والفرز اليدوي الشامل لن يتم في العراق وستعتمد النتائج الموجودة حاليا خاصة بمباركة مجلس الأمن وباقي والأمم المتحدة التي أشرفت على العملية الانتخابية، في حال لم يتم الموافقة على ذلك موقفكم ماذا؟ ستذهبون إلى التحالفات، إلى أن تشكلوا قوى معارضة؟ ابتداء في كل الأحوال سنواصل الإجراءات القانونية والدستورية، ولن نلجأ إلى أي خيارات أخرى تخالف القانون وتخالف الدستور وتخرج عن تخرج المسارات السياسية عن السقوف المرعية والقانونية أو تهدد سلم أهلي أو مشاكل. سنواصل إجراءاتنا بهذا الاتجاه، لكن هذا الأمر أعتقد سيهز الأركان النظام السياسي أصلا المهزوزة الناقصة الثقة ما بينها وبين الجماهير، سيدفع قوى سياسية لاتهام الحكومة والمجلس النواب القادم بأنه ناقص الشرعية، سيدفع الحكومة القادمة السلطة السياسية المقبلة بمجملها برئاساتها بسلطاتها المتنوعة إلى عدم الوقوف أمام التحديات وعدم الاستجابة للتحديات الداخلية أو الخارجية. اتضح من خلال ما جرى وما حصل وخلال الأيام الماضية أيضا من حراك للمفاوضات والتنسيق بين القوى السياسية أن روح وجوهر النظام السياسي هو التوافق، ولا يمكن الإخلال بهذا التوافق. للأسف نتمنى أن يكون هناك توافق عراقي وطني في العموم، لكن أيضا نتمنى أن يكون هناك إصلاح في مسار النظام السياسي يعدل ويصحح ملامح هذا النظام بسلطة واضحة الملامح، وأيضا معارضة واضحة باشتراطات ومعايير ومواصفات ووظائف لكلا الجهتين حتى ينضج النظام السياسي ويتقدم ويتطور ويحقق المرجو للناس. الأستاذ سعود الساعدي عضو حركة حقوق، شكرا لانضمامك إلينا.